حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، دعوني أتأمل معكم هذه النملة أو بالذات رأس النملة. الحقيقة أيها الأحبة، هذه النملة طولها يعني يقاس بالمليمترات، ليس بالأمتار وليس بالسنتيمتر، بالمليمتر. هنا في رأس هذه النملة يوجد ملايين الخلايا العصبية التي تعمل مثل مجموعة كبيرة من أجهزة الكمبيوتر المعقدة لتوجيه النملة في عملها وكسب رزقها وبناء المساكن والتكاثر، بالإضافة أن تحمد خالقها عز وجل الذي خاطب كل المخلوقات وقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كلهم في كتاب مبين. أيها الأحبة، صورة اليوم أحببت أن أتأمل معكم هذا المخلوق الضعيف الذي يظن الناس أنه لا قيمة له. القرآن ذكره، بل أنزل سورة كاملة اسمها سورة النمل، سورة النمل، سورة كاملة. وأنبأ القرآن أن هذا النمل يتكلم ويشعر ويميز الوجوه، ميز سيدنا سليمان عليه السلام وجنوده. هذا النمل يبني مساكن حقيقية مجهزة بكل وسائل الراحة والحياة والاستمرار. الحقيقة ما يلفت انتباهي أيها الأحبة، هذه الأعين وهذه الفكوك وهذا الغلاف الصلب الذي يغلف هذه النملة. الحقيقة دعوني أكبر فقط هذه العين. انظروا أحبتي في الله، انظروا إلى هذه العين، ماذا يوجد هنا أيها الأحبة؟ شيء غريب، تأملوا أحبتي في الله، هنا يوجد مئات الأعين المركبة الصغيرة جدا التي لا يمكن أن نراها بالعين المجردة. هذه الأعين تعمل مثل كاميرات حساسة جدا للضوء، تنقل الصور ثم تنقلها إلى الدماغ هنا، ثم يقوم الدماغ بمعالجة مئات الصور القادمة من العين اليمنى ومن العين اليسرى الأخرى في الجهة الأخرى هنا أيها الأحبة، من كلتا العينين، ويقوم بمعالجة الصور ورسم صورة تناسب هذه النملة لتتخذ القرار. لذلك النمل مخلوق أحيانا يكون مخلوق شرس، يقوم بالحروب، يقوم بالاستعباد، يقوم بتسخير مخلوقات أقل منه مثل حشرة المن، يقضم أجنحتها ويجعلها ويضع حولها مادة لاصقة يجعلها في مكان محدد لتقوم بالعمل وبالتغذي على النبات وإفراز المادة السكرية اللذيذة التي يحبها النمل. إذن هذه النملة أيها الأحبة، حتى الآن كل البشر عاجزون عن اختراع عين مثل هذه العين، عاجزون تماما. أنا الآن إذا أردت أن أضع 100 كاميرا مثلا وأجعلها تعمل كجملة واحدة، كم سأحتاج من الكمبيوترات والتقنيات والكاميرات الرقمية وغير ذلك، ثم سأحتاج إلى برامج لمعالجة الصور لرسم صورة واحدة، ثم سأحتاج لبرامج لاتخاذ القرار لأن النملة سريعة باتخاذ القرار، سأحتاج لبرامج بث وأرسال وبرنامج تحديد المواقع العالمي بواسطة GPS لربطه مع القمر الصناعي، سأحتاج لفريق من المهندسين، كل هذا ليقوم بجزء من مهمة هذه العين. ولن يستطيع البشر أيها الأحبة أن يخترعوا عين مركبة قطرها يعني أقل بكثير من مليمتر، بأجزاء من المليمتر، تصوروا أحبتي في الله. فكل هذا
والله إنه يجعلني أخشع أمام عظمة هذا المخلوق، ولا أجد إلا آية كريمة أستحضرها معكم عندما قال تبارك وتعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.